هو شوف، هذه هي الدبلوماسية الرياضية اللي ديما نحكيو عليها، وأنه مشاركة رياضية صحيح رقم، صحيح نتيجة، صحيح تتويج، ولكن بالأساس هي دبلوماسية رياضية. الاتحاد الرياضي المونستيري أو النادي الإفريقي ماشي يمثل البلاد، ماشي يمثل تونس، ماشي يمثل العرب، ماشي يمثل القارة الإفريقية، خاصة بالنسبة لكأس القارات اللي شارك فيها الاتحاد الرياضي المونستيري. يبدو لي أنه على الأقل هو تقسيم عادل، على خلاف كأس القارات لكرة القدم. تعرف في كأس القارات لكرة القدم لازمك تلعب دور أول ودور ثاني باش تلاقي كبير القارة الأوروبية، لكن بالنسبة لكأس القارات لكرة السلة الناس كل تلعب مع بعضها وعندك حظوظ وافرة انك تكون في النهائي. الافريقي يسترجع نفسه، يعيد مكانة كرة السلة الى مكانها الطبيعي، عامل ديبيوت سيزون اكسيبسيونيل السنة، فريق متكامل متجانس. اعتقادي انه ماشي من اجل اللقب وان شاء الله يكون موفق.